على كتف يحمل طفلته الصغيرة، وعلى الأخرى يحمل هم إطعامها. هو واحد من بين مئات الآلاف الذين قطعت عنهم رواتبهم، بوابتهم الوحيدة للحياة. عشرات الوقفات الاحتجاجية المطالبة بصرف المستحقات من أقصى البلاد إلى أقصاها. فالجوع كالحرب، ضحاياه لا يعرفون من السياسة شيء سوى تأثيرها على ثمن الخبز. لطالما طرقوا مسامع الجهات المسؤولة ووقفوا على حافة جوعهم، منتظرين ردا يأتي على هيئة أوامر بصرف رواتبهم. طال الانتظار ولم تصرف غير الوعود. وكيف للوعود أن تبتاع خبزا أو تسدد إيجار منزل؟ ليس العاملون في القطاع الحكومي المتأثرين الوحيدين، إذ امتد التأثير إلى العاملين بالأجرة اليومية كأصحاب المتاجر والعمال، حيث أن الرواتب الشهرية المقدمة من الدولة هي المحرك الأول للحياة في اليمن. لم يحدث أن وصلت مأساة البلاد إلى هذا الحد، ولم يكن في الحسبان أن تصل إلى مناسبات الأفراح. المأساة أكبر من ذلك، فقد بلغ الأمر إلى لجوء الأكاديميين للبحث عن أعمال أخرى، كهذا الذي لم تغنه شهادته من الجوع ليعمل بعدها خبازا. محروم آخر من راتبه يقف على باب البريد منتظرا صرف مستحقاته. 3 أيام من الوقوف أمام نافذة مغلقة، وإن فتحت تفتح على المماطلة والتسويف، ليسقط بعدها ميتا على الأرض ولا يحرك موته ساكنا، باستثناء رد من رئيس الحكومة بتكليف لجنة للتحقيق في قضية موته. يتم التحجج بعدم وجود سيولة كافية في البنك المركزي، بيد إن مئات الملايين تصرف يوميا على الجبهات القتالية في خطوط التماس، ولا تلتفت أي جهة إلا لإطعام أمعاء الحرب التي لا تكتفي.